الزائر القبرصي يهم بالوصول، يطرق الأبواب محذراً ومزمجراً وغاضباً على صيف طال وحاملاً كل البرد المتأخر في جيوبه. سيعطينا مساء الثلاثاء أول الغيث بادئاً من المناطق الشمالية نحو الوسط والجنوب، أما غداً وبعد غد فسيستمر عطاؤه الغزير. يستمر تساقط الأمطار بغزارة على كافة المناطق، وأيضا متوقع يوم الأربعاء تساقط الثلوج، ولكن تكون هذه الثلوج غير تراكمية نظرا لتساقط الأمطار بعدها وخاصة في ساعات المساء والليل، بينما الخميس أيضا محتمل تساقط الثلوج أثناء النهار، ولكن أيضا ستكون غير تراكمية، ولكن بعد العصر ستكون هناك ثلوج تراكمية بإذن الله على الارتفاعات البزيد على 700 متر. درجة الحرارة يوم الخميس ستصل إلى ما دون الصفر، مما يقوي احتمالية ثبات الثلج، وسرعة الرياح ستصل إلى 70 كيلومتر في الساعة. أيام باردة قارصة جعلت احتمالية عطلة المدارس مفتوحة أمام تقدير المديريات في المحافظات المختلفة. أعطي كل مدير تربية الصلاحية لاتخاذ الموقف حسب التطورات الميدانية، فتم تعميم كتاب من الوزارة على مديريات التربية والتعليم من أجل تقدير الموقف، وبالتالي بناء عليه يتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بتعطيل الطلبة. نسبة هطول مرتفعة في زمن قصير ستشكل تجمعات مائية كبيرة توجب على السائقين عدم المغامرة باجتيازها، فقد تخفي تجمعات أعمق. ننصح السائقين وجميع المرافقين في المركبات عدم الخروج، يعني في حال وقوع يعني هذه السيارة أو هذه المركبة في تجمع مياه الأمطار أو في حفرة أو إلى غيره، عدم فتح المركبة وإحكام إغلاقها وفك أحزمة الأمان والانتظار الإخوة في الدفاع المدني أو جهات أو ذات العلاقة في الإنقاذ لحين إنقاذهم، وعدم المغامرة بفتح هذه المركبة والخروج منها وبالتالي تعريض حياتهم للخطر، لأنه كان في هناك حوادث سابقة وأدت إلى وفاة هؤلاء المواطنين قبل وصول عمليات المساعدات. الثلج والمطر القادمان خير يبشر ويحذر من عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع السير بسرعة منخفضة وتشغيل الفلاشر وأضواء الضباب والاتصال على رقم الدفاع المدني 102 في حالة حدوث أي طارئ. تم إضافة 32 سيارة للدفاع المدني، 20 سيارة فولفو كبيرة من المانح الأمريكي و12 سيارة سيلفرادو تم أخذها من الأمن الوطني وتحويلها إلى سيارات أطفاء وإنقاذ ونزلت إلى الخدمة. عندنا 3 مراكز للدعم والإسناد بها 12 آلية من جرافات وبواقر تم توزيعها على المناطق التي حصل فيها تضرر كبير. سويعات قليلة كافية لأخذ الحذر قبل مجيء الخطر، حذر واجب كي لا ينقلب الخير إلى ابتلاء. وكل شتاء وأنتم بألف خير. لتلفزيون القدس كنان عيسى.